السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم اليوم ان شاء الله بفلوق مع صحباتي. احنا كاينين، المهم كاينين، احنا موجودين. اليوم غنديروا فلوق خفيف ظريف ان شاء الله. غادي نتقداو في مرجان ان شاء الله. ان شاء الله تخفيضات وحوايج اللي كاينين في هذا الشهر ان شاء الله، ونشوفوا اللي متوفر واللي خاصنا حتى حنايا. المهم خليكم معايا. المهم اليوم الجو في اكادير زوين بزاف ومشمش والناس خارجين. المهم الحياه ديالنا بدات كترجع كما كانت، الحمد لله. الحمد لله على كل حال، حنا خرجنا داك الاجواء ديال كورونا باقا مغممه علينا، الحمد لله. المهم الاجواء زوينه الحمد لله. المهم بنات خليكم مع العشيه كدوز عندنا. شحال هذه بقينا تلاقينا، واليوم درنا واحد العشيه ان شاء الله نشوفوا بعضياتنا، حدثتوا نتعاودوا داكشي اللي كاين. احنا وصلنا دابا. المهم هذا مرجان اللي كاين هنا في اكادير. المهم الدنيا عامره هنايا كما كتشوفوا. صافي هانكم كتشوفوا، دابا غندخلوا ان شاء الله ونشارك معكم كل شيء، ونحاول ان شاء الله ندخل لهاد واحد المحل هنا اللي كاين محل الشيشه. صافي هنا دخلنا عند مول الذهب اللي كانت دايره مع صاحبتي، خدات من عنده الخاتم ديال المارياج. صافي من بعد شفنا الموديلات اللي كاينين وداكشي، تبارك الله كلشي زوين كيحمق. مهم نخليكم مع لا فيديو. ان شاء الله بتاخد الجهاز ديالها وجينا ناخذ معاها شي حاجه. ونخليكم معايا. Thank you.
هنايا هادشي عندهم زوين ولا كاريتي ولكن شويه غالي هنايا داكشي علاش هادي في الغوز هادي في الغوز في هذاك سميتو الغوز ديال الجرانيت ما عرفتش عندي شي فكره المهم شهرها قريب الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله والعقبال كاع البنيات وكاع اللي مد يديها الحنة المهم بعد غنمشيو ان شاء الله ناكلو شي حاجه انا مشيت مسكين اجي نمشيو ناكلو ان شاء الله في ماكدو انا جاني الجوع صافي خليكم معايا باقي البلوك ان شاء الله طويل ولا عجبكم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتديروا لي الكومونتيرات زوين بحالكم وكنقول لكم سلامه ان شاء الله في فيديو جديد في قصه جديده اولا فلوق جديد وسلامه عليكم.